والله أنا سعيدة جدا وفخورة أني موجودة في مهرجان عالمي زي مهرجان ده. فعلا أنا مبسوطة كتير لأنه الموسيقيين يلي موجودين بهالمهرجان واللي إجوا قبل ناس كتير مهمين، أنا فخورة أني أكون واحدة منهم. مشاركتي هالسنة مع صديقي وضيف الشرف حازم شاهين اللي حيغني معي أغنيتين من أغانية وأغنيتين من أغاني، حنشترك فيهم سوا، وبعدين حقدم مجموعة من الأغاني تبعولي يلي فيهم مزحة ارتجال وحرية فنية، يعني تما نقول جاز وتخاف. والجاز ما بيخوف أبدا، ما تخاف، يعني كانوا الناس يخافوا بس عبد الوهاب فوت التشاتشا وفوت السوينج، وقت فريد الأطرش فوت التانجو والفالز بالموسيقى الشرقية، كانوا كلهم خايفين بس مع الوقت صاروا تراثنا، فما في شيء بيخوف بأنه ينخلط أنماط موسيقية عالمية مع موسيقى الشرقية. بالعكس هيدا شيء بيغنينا، بيوسع البكار للاكتشافات الفنية تكبر وتزيد. الموسيقية بحبوها كتير لأنه بتعطيهم حرية، وهيدا الشيء اللي بميزها عن الموسيقى التانية، الموسيقات التانية. وأنا كتير مبسوطة أنه الشعب المصري بلش يسمع أكتر وأكتر ويفوت أكتر بهالنوع من الموسيقى، لأنه رح هالشيء يوسع مجالات الاكتشاف والتطور للموسيقى الشرقية، وكل شيء بيطلع من مصر أكيد له قيمة فنية كبيرة. في أعمال شعرية بالألبوم الجاي، شعراء من العالم العربي مع توزيع موسيقي يعني إلكترونيك مع موسيقى شرقية، فهو تجربة جديدة بعد مش عملتها قبل، إن شاء الله يعني تنجح. وهو كمان شغل بصري، يعني it's audio visual album، يعني ممكن تسمعه ممكن تشوفه، في رسوماتي وفي شغل يعني بصري برضو مش بس موسيقى، فعم نشتغل عليه هلأ. كم غنية فيه ما بعرف بس لحد هلأ، بس أنا سجلت شي 15 يمكن يبقى منهم 10. هي شعراء عرب مصريين لبنانيين عراقيين فلسطينيين سوريين، أخذت بعد من الشعر تبعهم واشتركت مع موزع وملحن تونسي بتوزيعهم، ورح نسجل بمصر وبتونس. مع بمصر رح نشتغل مع عدد من الموسيقيين المصريين إن شاء الله، وشو كمان بدي أقول لك وبس. مين بحب من المطربين؟ بحب شيرين عبد الوهاب، بحب منير، بحب احمد عدويه، هول يعني اذا بدك اللي احمد عدويه طبعا صار انه الجيل القديم، بس بحب منير وشيرين اكثر شيء. ممكن ليش لا، انا عم فكر يعني يصير عندي وجود اكثر بمصر، يعني يصير اجي اكثر واكثر، ما حدا بيعرف شو بيصير، يعني ما في مخطط، بس في حلم انه اتعاون اكثر واكثر مع فنانين من مصر. شكرا شكرا كثير.